صباح الخير، اليوم رح أخذكم على قصر عابدين، خلينا نشوفه مع بعض. أنا وصلت على قصر. طبعاً قصر عابدين هو بعتبر من أهم القصور الموجودة في مدينة مصر، فهلا رح نشوفه مع بعض ونشوف كيف شكله. طبعاً هون كمان لازم نأخذ تذكرة، التذكرة للمواطن المصري أو العربي 20 جنيه، والطالب العربي أو المصري كمان 10 جنيه. القصر يضم كثير أقسام، في قسم المقتنيات الصيد، في كمان الحربية، في الأسلحة، في كثير أقسام. هون وصلنا لقاعة الصيد الملكية. هون كانت قاعة الأسلحة، كانت القاعة كثير كبيرة وكثير فيها أسلحة. وهون كان متحف الأوسمة. بهذا القسم عرفنا سر الخزنة اللي اشتراها الملك فاروق. ده بقى شكل الخزنة وهي مدفونة. ده المفتاح الأصلي اللي مصنوع في باريس من القرن 18. لما بفتح بالمفتاح والخزنة تتفتح كده بلاقي جوه ايه؟ صندوق تاني. اه كده بلاقي فيه كام درج بقى؟ 8 أدراج بيتم فيها حفظ ايه؟ الذهب والمجوهرات. اوكي؟ لحد كده الأمور عادية وتقليدية. فين السر لفت نظر الملك فاروق بقى؟ السر هنا. الخزنة اللي قدامكم دي فيها كام كالون؟ 2. كام مفتاح؟ 1. الخزنة ليها مفتاح واحد، الطبيعي يبقى ليها كام كالون؟ 1. مش كده؟ طب هنا ليها 2 ليه؟ الكالون الأول ده مفترض ده الكالون الصحيح، لو وضع فيه المفتاح نظريا الخزنة تفتح، طب الكالون التاني دي لازمته بقى؟ ده السر، ده كالون وهمي، فيك، مزيف، عشان لو حرامي فكر ويسرق الذهب بتاع الملك فاروق وقدر بشكل ما يتسلل لجناح الملك وقدر يتحصل على المفتاح دوت ويسرقه. وجه عند الخزنه عشان يسرقها لاجل حظه الوحش ان هو اول ما وضع المفتاح وضع المفتاح في الكالون دي ايه؟ اللي هو اصلا فيك. الفيك. ومجرد الحرامي يكون يلف المفتاح ويحركه بعد 3 تكات بالعدد. كام تكه؟ 3. يجي عند التكه الرابعه وتحصل عندها المفاجاه الكبيره. انها المفاجاه المدويه. في انه ايه؟ بيقتل وبيموت، حياته بتنتهي. وبيجي عند التكه الرابعه دي تخرج من الخزنه هنا اهو 4 مدافع تقدر هنا اهو ساعات نادى الخزنه مش هتتفتح ليه؟ على عدد الطاقات. احسنت، برافو عليك، احسنت، برافو عليك. وعشان انت جاوبت صح هقول لك عدد الطاقات اللي تفتح بيها خزنه الملك فاروق. مين مين؟ 3 تكات شمال الخزنة تفتح. بس انت مش السر الحقيقي. هلا رح نشوف متحف رئاسة الجمهورية.
تاريخية. وهون كان قسم الفضيات. وهيك بكون خلصت جولة بمتحف قصر عابدين. هو القصر يعني المتحف كتير صغير، تقدروا تقريبا بساعة تكونوا خلصتوا وتفرجتوا على كل إشي. هاي حديقة القصر من برا، وهيك بكون خلص الفيديو. لا تنسوا تدعموني وتشتركوا بالقناة وتعملوا لي لايك.